وسلم في الجنة إنه ولي ذلك ومولاه. الصوت واضح، استمر. واضح يا مولانا، واضح يا مولانا، اتفضل. كما اتفضل، أسأله واضح جدا، كما اتفضل. أسأله كذلك ألا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه والدلالة عليه وكرامة البلاغ عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ما زال حديثنا موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت منها توقيره ومعرفة مكانته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وخصوصا عند ربه سبحانه وتعالى، فلا يعرف قدر النبي إلا الرب العظيم الكريم العلي سبحانه وتعالى، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرت أمثلة على ذلك. كذلك من علامات محبته صلى الله عليه وسلم الأدب معه، والأدب مع كلامه، والأدب مع سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من علامات المحبة أيها الأحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لكل حب علامات، لكل شيء علامة. من علامات الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، أن تموت دون يعني مدافعا عن سنته وعن دينه، أن تحمل هم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دين الله تبارك وتعالى. فأنت عندما تفعل ذلك فأنت صادق في محبتك لله ورسوله. لا يمر عليك مرور الكرام أي أمر من أمور الدين، أو أنه يعتدى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أي شخص أو صحابته، والأمر يكون هينا بالنسبة لك. طالما أنك صادق في محبتك لله ورسوله، لابد أن تتغير، لابد على الأقل بقلبك، على الأقل بقلبك. اسمع لهذا الموقف بعد أن صلي على النبي المصطفى. سعد بن الربيع سيد الأنصار، سيدا من سادات الأنصار رضي الله عنه، وهو في آخر رمق، في آخر رمق في حياته، وعله كان في غزوة أحد واستشهد رضي الله عنه. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يروي لنا الإمام الحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع رضي الله عنه، وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، إن رأيت سيدنا سعد فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك، كيف تجدك. فلما رآه زيد رضي الله عنه وهو في آخر رمق قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق، وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك. فقال له سعد: على رسول الله السلام وعليك السلام، قل له: أجدني أجد ريح الجنة. الله أكبر. أجدني أجد ريح الجنة. وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم رمش يطرف، وفيكم رمش يطرف، لا عذر لكم. شاهد من كلام سيدنا سعد رضي الله عنه: لا عذر لك، لا عذر لنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يعني تتحرك، لا بد أن يعني حتى لو تأخذ سنة من سننه صلى الله عليه وسلم وتنشرها بين الناس وتطبقها في بيتك وتعلمها لأبنائك، فأنت بذلك تدافع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لم يكن بيننا فترك بيننا،
سنته، فالنبي موجود بيننا بسنته وبحياته صلى الله عليه وسلم، وترك لنا كتاب الله والسنة. لا عذر لكم، شاهد من كلام سيدنا سعد، لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، نسى أولاده، نسى نفسه، نسى أي شيء، وكانت وصيته لأقاربه ولعشيرته ولأهله، لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم رمش يطرف. سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه، وهذا مثال آخر على صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف لطيف جدا مع يعني سيدنا أبو قتادة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، هم سيرين في سفر الاثنين، يسير حتى إبهار الليل. إبهار الليل يعني انتصاف الليل لحد نص الليل، وأنا إلى جانبه. قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، مال عن الراحلة، خلاص يعني هيقع، هو غلبه النعاس صلى الله عليه وسلم ومال عن راحلته. فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. وكان ممكن يقول له: تعدل يا رسول الله مثلا، هتقع أو خد بالك أو لا، إنما ما أراد أن يزعجه، وما أراد أن يعني يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. فيعمل إيه؟ وقف بجواره، عمل نفسه عمود كده عشان يسند النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل نوم. ثم سار حتى تهور الليل، أي يعني الليل يعني أوشك على الانتهاء، مال عن راحلته، خلاص النبي بدأ بقى يعني إيه يميل ميلا شديدا، هيقع من على الراحلة، حتى مال عن راحلته. قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر، يعني خلاص فضع الفجر، حاجات بسيطة، مال ميلة هي أشد من الميلتين الأولتين. وسيدنا أبو قتادة كل ده وهو مسافر، هو كمان وتعبان ومرهق، ولكنه يعني صدق المحبة، صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة قدر النبي وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، عمل نفسه عمود كده عشان يسند النبي، عشان يكمل حتى لا يوقظه صلى الله عليه وسلم. فأتيته فدعمته في المرة الثالثة بقى، فرفع رأسه فقال: ما هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ يعني أنت بتعمل، أنت واقف جنبي من أمتى؟ سندني من أمتى؟ قال له: ما زال هذا مسيري منذ الليلة، من أول الليل، من أول الليل وأنا عامل الحركة ديت، أو من منتصف الليل وأنا واقف جنبك حتى لا أوقظك. اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: حفظك الله بما حفظت به نبيه، حفظك الله بما حفظت به نبيه. دعاء جميل جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، لسيدنا أبو قتادة رضي الله عنه. كلمة سيدنا سعد يا جماعة والله لا تفارق ذهني، وهي: لا عذر لكم، وصيته لبنيه لأهله من الأنصار. أيها الأحبة، من علامات محبتي، أو من صدق، من علامات صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم سيرته وكثرة ذكره، إنك تتكلم عن الناس، تتكلم مع الناس، مع أبنائك، مع غيرهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يحب شيئا يكثر من ذكره. أعزكم الله، يعني مع فارق التشبيه، اللي قلبه متعلق بأي حد من البشر يفضل يتكلم عنه، و و و وإن كانت امرأة أو كانت بنت أو كانت أو إلى غير ذلك، وما ينامش الليل. طب أنت صادق في محبتك ولا تكلم الناس عن رسول الله، ولا تكثر من ذكره، ولا تكثر من الصلاة عليه، فكيف تدعي محبته صلى الله عليه وسلم؟ ده بعضهم لما كان يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة،
فيقولوا له يعني انت بتكثر جدا. قال لهم انني استحي من رسول الله ان تعرض صلاتي عليه قليلة، يعني حاجة بسيطة، فيكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دي يعني من الأمور التي تدل على صدق، تعلمها وتعلمها، تعلمها وتعلمها. اسمع الصحابة كيف كانوا يتعاملون. سيدنا عبد الله بن مسعود قال: كنا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما نتعلم السورة من القرآن، كنا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما نتعلم السورة من القرآن، كأنه بيحفظ الإخلاص أو الفاتحة أو إلى غير ذلك. سهل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا كان يقول: كان جدي يعلمنا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا عدا، ويقول لنا: هذه مآسر آبائكم فلا تضيعوها، هذه مآسر آبائكم فلا تضيعوها، هذه المآسر، هذا هو التاريخ، هذه العظمة. فمن يعني إيه، الإنسان لابد أن يرجع إلى أصوله، وإن أردت أن تأخذ فعليك بسيرة النبي والصحابة. هذا الجيل الفريد، هذا الجيل الفريد يعني الذي أنشأ الله به أمة في أقل من 10 سنوات، لصدقهم وإخلاصهم وبذلهم وتفانيهم في نشر دين الله تبارك وتعالى. النبي، سيرة النبي والصحابة دول كفاية. كان أحدهم وهو عالم من علماء الشام اسمه خالد بن معدان، كان يتذكر شوقه للنبي والصحابة ويبكي بكاء شديدا ويقول: هم إيه، أصلي وفصلي، وإليهم يزداد حبي وشوقي، هم أصلي وفصلي وإليهم يزداد حبي وشوقي. أيها الأحبة، من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة، صدق المحبة. وحط تحت كلمة صدق دي 50 خط، لأن كثير منا يدعي محبته لله ورسوله، أو يدعي محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يقول القائل: كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. المحبة مش ادعاء، وإنما يعني طاعة واتباع. سيرة النبي مش قصص، لا، إنما هي منهج حياة. سيرة النبي والصحابة ليست قصص، وإنما هي منهج حياة. كيف كان أبا؟ كيف كان معلما؟ كيف كان زوجا؟ كيف كان قائدا؟ كيف كان سياسيا؟ كيف وكيف وكيف؟ كيف كان داعيا إلى الله؟ كيف كل هذا الأمر؟ كيف كان معلما؟ كيف كان مربيا؟ منهج حياة. ما تجد أمر من الأمور إلا وتجده في سيرة النبي والصحابة وفي كتاب الله تبارك وتعالى قبلهم. ليه؟ لماذا؟ لأن يعني هذا هو يعني الإنسان الوحيد الذي تجد حياته الشخصية معلنة للناس هو النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان نتعلم، عشان نتعلم. وأختم بهذه القصة، وهو كان درسا عمليا في يعني أنا تعلمت حقيقة وعايشته في صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت أن ليس الأمر بالعلم، لا، إنما في قلوب، في ربما أشعث أغبر لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، وهو صادق في محبته لله ورسوله، وعنده شوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده شوق لله تبارك وتعالى. عل بعضكم سمع مني هذا الأمر قبل ذلك، ولكن يعني حقيقة عندما أتكلم عن صدق المحبة يخطر ببالي دائما هذا الأمر وهذا الرجل وهذا الشخص. في 2008 2009 تقريبا كنا في سفر للعمرة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته وزيارة المدينة قريبا إن شاء الله. هذا الرجل أيها الأحبة راجل بسيط جدا من الجيزة. أنا كنت طالع مشرف عمرة بري، كنا طالعين بري، مشرف ديني يعني. المهم طالعين بري، ودي كانت تاني مرة أسافر العمرة في التوقيت ده. فالمهم جه واحد كده شاب قال لي: يا شيخ، جاب لي راجل كبير في السن
راجل بسيط، أمي فلاح من آبائنا الأفاضل بفطرته جدا. فقال لي يا شيخ الراجل ده يعني ما تسيبوش لأنه هيتوه منك، لو سيبته هيتوه، ما بيعرفش يقرأ ولا يتصرف ولا خده وتعامل معك كأنه طفل. قلت له حضرتك مين؟ قال أنا ابنه. فطيب تمام، خدت الراجل. طبعا طول الطريق تعرفين الأتوبيس بقى البري متعب شوية في السفر، خدنا بتاع يومين ولا حاجة على ما وصلنا المدينة أو 3 كمان يعني يومين. المهم طول ما احنا في الأتوبيس كل فترة كده أمسك الميكروفون وأذكرهم وأكلمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكلمهم عن صحابة رسول الله وأذكر مواقف. فالناس ما اللي نايم واللي صاحي واللي مركز واللي، الراجل ده كل ما اتكلم يبكي، كل ما اتكلم يبكي بكاء شديدا. فاقول له يا حاج طب انت عنده 70 سنة يا عم سعد، انت ليه يعني انا شايفك كده؟ قال لي والله يا شيخ محمد انا بحب النبي والصحابة، ورغم ان امي يحفظ كثيرا من سور القرآن، من سور القرآن يحفظها بالسماع، بالسمع الراديو اللي هو ابو حجاره بتاع زمان ده كان يحطه ويسمع فيه معاه على طول بالسمع، كان يحفظ. المهم وصلنا المدينه، لما وصلنا المدينه الراجل طبعا ايه عايز يروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حالا. قلت له طيب اطلع احنا هنغير هدومنا وبتاع مش عارف ايه ونرجع، نقلل ابدا، ويبوس في الارض ويقبل ويقول لك هنا مشى النبي صلى الله عليه وسلم. اقول له يا ابني يا حاج يا الله مش ده المكان يعني استنى. فالمهم يعني ايه قلت لهم يا جماعه طلعوا هدومنا فوق لان انا لو سبت الراجل ده هيضيع مننا. خدت ورحنا حتى نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش متحمل انه يكون في المدينه وما يروحش يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فروحنا لقينا الباب مقفول، كنا الساعه 2 بالليل. فقعد يعيط يبكي كالطفل الصغير، قال ويقول لنفسه ببساطة كده لو النبي عايزك كنت لقيت الباب مفتوح. طب شفت أنت. المهم قلت له اصبر اصبر يعني. حتى عدى علينا واحد من الحراس بتوع المسجد فقال لي ليش بيبكي؟ قلت له والله عايز يدخل، قال باب سيدنا أبو بكر مفتوح. أنا ما كنتش أعرف حقيقة، فدخلنا من باب سيدنا أبو بكر. قلت له هندخل نسلم، هندخل نصلي تحية المسجد ثم نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسلم على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وبأدب وهدوء ووقار وسكينة. فصلينا ورحنا نصلي، وقفنا يعني طبعا الوقت ده ما فيهوش حد، الناس بسيطة جدا، وده قربنا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل وقع من طوله بقى مش متحمل ويقول كلام بصراحة أنا بقول لنفسي أنت إزاي يعني انت قلبك حجر، فين انت من الراجل ده؟ اين انت من هذه المحبة وهذا الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت فين؟ والمهم يقول انا نفسي النبي يطلع رجليه ابوسها النبي صلى الله عليه وسلم ويبوس لدرجة ان وقع من طوله. انا قلت اغمى عليه، الراجل فوقته ووقف. فيقول لي يا شيخ محمد سامحني انا مش متحمل ان انا يجي اليوم ان انا اقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم كده ويعني ويبقى بينه وبينه المسافة دي وإلى غير ذلك. المهم الراجل في الروضة لزم الروضة طول فترة إقامتنا في المدينة، احنا قعدنا 3 أيام أو 4 وهو ما تركش الروضة أبدا. أقول له يا عم سعد طب تعالى غير مثلا هدومك، طب كذا طب كذا، يروح يتوضى ويرجع يقعد في الله. أجيب له اللبس بتاعه ويقعد ياخد ياكل. طيب يقول أنا مش عايز من الدنيا حاجة، أنا حبيبي جنبي صلى الله عليه وسلم وأنا باكل تمر وبشرب من زمزم وقاعد أنا في الجنة مش عايز حاجة من الدنيا. رحنا اتوضيت سبته كده يعني الساعة 2 الظهر قبل العصر بساعتين كده. فالمهم يعني إيه قال لي يا شيخ محمد لو حصل لي حاجة خد الرقم ده معاك، لو حصل لي حاجة بتصل بيهم في مصر. فقلت له انت صحتك كويسة يعني انت ما شاء الله، وقعدت اهزر معاه يعني. فدعا لي رحم يعني ربنا يكرمه، دعا لي وقال لي ان شاء الله يعني هتيجي مرة واثنين وثلاثة ولا تنساني من صالح دعائك وكده.
المهم غبت شيء وطولت، فلقيت يعني صوت عالي في الروضة وفيه هرج ومرج. فإيه يا رب في إيه؟ الراجل أغمى عليه ومطلعينه، تعب هو عم سعد ده، الناس شايلاه ومطلعينه من الروضة وهو، فما خرج من روضة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد فاضت روحه، إلا وقد فاضت روحه قبل أن يخرج من روضة النبي. أنا طبعا أنا سيبته وهو قاعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ورحت أتوضأ. المهم الشاهد من الكلام يعني حتى لا أطيل، الرجل صلينا عليه ودفن في البقيع. طبعا احنا بقينا في كارثة، احنا مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نتصرف ازاي وهنقول لأهله ايه. فاتصلت بالفعل بعد 2 أو 3 لما رحنا مكة وعملنا العمرة، وكلمت ابنه، فابنه بيقول لي يا شيخ ازاي الحال وبتاع واخباركم ايه؟ قلت له والله احنا بخير الحمد لله. ابويا عامل ايه؟ سكت. فقال لي يا شيخ ابويا مات، والدي توفى. قلت له اه، انت عرفت منين؟ فالولد رد فعله طبعا كبير في السن، الولد كان عنده بتاع 35 او 40 سنه في التوقيت ده، ابنه يعني. فقال الله اكبر الله اكبر. قلت له يا اخي ابوك كبر، ده احنا عاملين هنا محزنه. فقال لي يا شيخ ابويا بقاله 15 سنه بيقيم الليل ويدعو الله تبارك وتعالى ان يذهب لزياره النبي صلى الله عليه وسلم ويقبض هناك ويدفن بجواره، ويدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ ابويا كان دايما يصلي على النبي ويبكي بكاء شديدا ويقول انا نفسي اموت هناك. قلت له صدق الله اباك، يعني صدق ابوك كان صادقا مع الله فصدق الله معه، صدق الله يعني كان ابوك صادقا مع الله فصدق الله معه، ابوك قبض هناك. يعني الكلام بقى بكاني اكثر من يعني كلام الابن، بكاني أكثر من الموقف نفسه، إنه بقاله 15 سنة يقيم الليل ويدعو الله تبارك وتعالى ويصلي على النبي ويتذكر الصحابة إلى غير ذلك، ثم يكون صادقا في محبته لله ورسوله فيصدق الله معه، يصدق الله معه. أنا كل ما أروح هناك أفتكر الموقف ده حقيقة وأتهم نفسي اتهاما شديدا وأقول لنفسي أنت يعني أنت فين من الناس دي؟ انت فين؟ اتذكر هذا الرجل وادعو الله له رحمه الله. يعني موقف اثر فينا جدا. طبعا احنا كان معانا شباب في الفوق ده يا جماعه الخير، شباب طبعا ايه كانوا مدخنين ويعني ممكن يعني يتنرفزوا على السواق ويعلوا صوتهم ويشتموا والى غير ذلك. جم مشايخ من هناك، جم دعاه الى الله من هناك بسبب هذا الرجل، لما شافوه كده شافوا الموقف ده وحكت لهم الموقف ده كلنا تأثرنا تأثرا شديدا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم صدق المحبة لله ولرسوله، لله ولرسوله، وأن يستخدمنا وإياكم لخدمة دينه، وأن يميتنا وإياكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، تول أمرنا، احسن خلاصنا، توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، أسعدنا بتقواك، امنحنا رضاك، اجمعنا مع حبيبك ومصطفاك، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا قريبا، فرج هم المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم ما أنزلت في هذا اليوم من خير وبركة وسعة رزق وتيسير أمر وتوفيق وسداد وحفظ ولطف، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيه من سوء وبلاء وفتنة فاصرف عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد.
وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.